بطالة قدرت بنسبة 4 ملايين عاطل عن العمل، 5000 منهم من حملة الشهادات العليا. بهذه النسبة تصدرت بغداد القائمة عن غيرها من المحافظات العراقية الأخرى، كما ورد في إحصائية مجلس محافظة بغداد التي قدمتها لجنة الرعاية الاجتماعية. 5% هي نسبة العمالة الأجنبية التي حددها القانون العراقي، لكن دون أن تطبق على أرض الواقع. أكثر من 1000 شركة أجنبية متعاقدة مع العراق تضم قرابة 200,000 عامل أجنبي مما فاقم من أزمة البطالة. تخرجت حالي حالي شاب عراقي وحاولت أبحث عن فرصة عمل بالوزارات والجهات المعنية اللي من ضمن اختصاصي طبعاً. فرحت قدمت وزارة المالية ما صارت، قدمت على أكثر من مكان غير اختصاصي وهمينا ما صارت. فمن شفت ماكو نتيجة بالتعيين حاولت يعني أشتغل أعمال حرة، فبديت أتدرج بالعمل الحر ككاسب. مرة أشتغل سائق تاكسي، مرة أشتغل بمحل، مرة بشركة أهلية، مرة منا ومنا، يعني حاولت بها بكل الطرق. يا راح يسمعني يا أبيهم يا شريف يقول هذا العمال خلنا أشوفه، ما نريد إحنا عمال، إحنا ما نريد ترى يطونا وإحنا نايمين، خايفت عنا شركات نشتغل بتعبنا، خلي حمل عيالنا يشتغل ونعيش جهانا. اقتصاديون يشيرون إلى أهمية تفعيل قانون العمل الذي يعد من أهم القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم علاقة العاملين، حيث جاء هذا القانون لحفظ حقوق العمال وحمايتهم من التعسف من قبل أصحاب العمل. قانون العمل يضمن حقوق العامل في القطاع الخاص، ولكن للأسف كثير من نصوص قانون العمل معطلة بسبب يعني عدم تنفيذها من قبل الدوائر، من قبل الوزارة المعنية. لو طبقت بشكل صحيح لشعر المواطن العراقي الشاب أنه عندما يعمل في القطاع الخاص سيكون له تقاعد مثل ما يكون للموظف في الدوائر الحكومية. تراكم الوعود منذ 17 عام لتقديم أفضل الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للعراقيين كانت كفيلة لجعل المواطن أن يفقد كامل الثقة والمصداقية تجاه حكومته، وربما من أهم الإصلاحات التي يتوجب تحقيقها بشكل منطقي وحقيقي هي محاولة إعادة تلك الثقة من جديد. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.